بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع، إسرائيل في قلب نظام أمني عالمي جديد، ولا سيما بعد اتفاقيات أبراهام، نقرأ في وول ستريت جورنال. وفي صحيفة الأخبار اللبنانية نطالع تضارب رؤى للحل الليبي، الانتخابات لن تقفل قوس الأزمة. وعن الهواجس الأمريكية من التطورات في إثيوبيا، مقال في فورين بوليسي يسأل كيف يمكن تجنب وقوع كارثة في إثيوبيا. في الميادين نت نقرأ لمحمد محمد السادة عن خارطة السلام في اليمن وفق مشاريع التقسيم وخيارات صنعاء ما بعد تأمين الشمال. كاتب اليوم ليليان معروف عن مقالها في الميادين نت بعنوان مواسم إدلب الضائعة. وفي الحدث هذا اليوم، السودان ساحة تجاذبات إقليمية والاتحاد الأفريقي يعرض الوساطة، ما مآلات المرحلة المقبلة في ظل الاحتجاجات المتواصلة ضد المجلس العسكري؟ وفي جديد اليوم، شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية على وقع تصاعد اعتداءات المستوطنين. وضيف اليوم معتصم الحارث الضوي. إسرائيل في صلب نظام أمني دولي جديد، مقال في وول ستريت جورنال الأمريكية يتحدث عن تحالف يمتد من الولايات المتحدة عبر أوروبا إلى الهند في الشرق الأوسط، تعزز أكثر مع اتفاقيات أبراهام. يتوقف الكاتب عند المناورات البحرينية الإماراتية الأمريكية الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرا أن اتفاقيات أبراهام غيرت المشهد الجيوسياسي في المنطقة، ولا سيما بعد إعلان واشنطن وضع تل أبيب تحت مسؤولية القيادة المركزية للجيش الأمريكي. يستعرض المقال أيضا زحمة المناورات العسكرية التي استضافها الكيان الإسرائيلي هذا العام، وهي مناورات لا تهدف كما يقول إلى صقل الخبرة العسكرية لكل دولة فحسب، بل أيضا لبناء نظام تحالف جديد يمتد من الهند إلى أوروبا، فيما تمثل إسرائيل محورا أساسيا فيه. وفي الملف نفسه، سلطت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الضوء على مسار التطبيع بين المغرب وتل أبيب، وأوردت الصحيفة أن وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع المغرب خلال زيارته إلى الرباط الأسبوع المقبل. ونقلت الصحيفة أيضا عن تقارير أجنبية أن الجانبين يعملان على تطوير مشروع لتصنيع طائرات مسيرة لتعزيز القوة الجوية المغربية. أجدد الترحيب بك أستاذ معتصم الحارث الضوي، حضرتك كاتب ومحلل سياسي سوداني. إذا نبدأ مما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، هذا النظام أو نظام التحالف الجديد الذي يمتد من الهند إلى أوروبا، وطبعا إسرائيل محور أساسي فيه. كيف يمكن لإسرائيل أن تستفيد من هذا التحالف الجديد؟ ولا ننسى أن هذا التحالف يضم دولا عربية لجأت إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. شكرا جزيلا أخي الكريم وعلى الإضافة والفرصة. دعني أبدأ بأن هذه الفرصة للكيان الصهيوني هي بلا شك هي فرصة للتغلغل في أوساط الدولة العربية، فما يسمى بالتطبيع أو ما يجري بالواقع في الواقع من عمليات تطبيع هو يحقق حلما كان منذ تأسيس الدولة العبرية يراود مؤسسيها، وهي التحول إلى دولة في نسيج أو في عصب الدول العربية بعيدا عن حالة العداء وحالة الحروب المستمرة. إذن هذا هدف أساسي استراتيجي ومرسوم له منذ عقود، وبالفعل لم يكن العمل على تحقيق هذا الهدف عملا جديدا، وإنما يمتد لمجهودات طويلة ليس فقط في داخل أوساط الكيان الصهيوني وعلاقاته السرية خاصة مع الدول العربية عبر العقود الماضية، وإنما أيضا امتد إلى ساحات أخرى، الأمم المتحدة، اللوبي الصهيوني المؤثر في الولايات المتحدة وما إلى ذلك. إذن هذا من ناحية استراتيجية، هدف استراتيجي كان مطروحا عبر عقود طويلة. من الناحية الأخرى ومن الناحية العسكرية، هذا الأمر يحقق ربما للكيان الصهيوني نوعا من تخفيف مخاوفه إذا البعبع الذي يراه أمامه دائما أو وهو إيران بالطبع في المنطقة، وكذلك هو يلقي يزيد القروض إن صح التعبير في يد الكيان الصهيوني فيما يتعلق بعلاقته
الشائكة اللاقة أي الصداقة والعداوة في نفس الوقت مع النظام التركي. إذن هو ينظر أيضا إلى النظام التركي رغم أنه يتعاون معه بشكل وثيق، ولكن هناك دائما تنافس على من يمتلك القوى العسكرية الأقوى في شرقي المتوسط. معتصم بالحديث عن التطبيع مع الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالعلاقات المغربية الإسرائيلية في هذه المرحلة، ومورد منذ قليل في الصحيفة حول التعاون الجديد بين الجانبين، وهو ضمن نطاق عسكري. هناك يعني سعي من الجانبين إلى بناء يعني منشآت لتصنيع المسيرات، يعني نتحدث عن تعاون عسكري. هل سنكون أمام مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين إسرائيل والدول العربية التي لجأت إلى التطبيع معها؟ لا أعتقد ذلك. فيما يتعلق بالدول الخليجية تحديدا التي طبقت مؤخرا مع الكيان الصهيوني، فأتوقع أن تكون ذلك أن يكون ذلك في الغالب هو خطوة على الصعيد السياسي ليس أكثر. وهذه المناورات هي في النهاية، هذه الدول تمتلك جيوشا دعنا نقول محدودة بالمقارنة مع بقية القوى، مع الكيان الصهيوني ذاته أو مع إيران أو تركيا أو مصر، القوى العسكرية الرئيسة في المنطقة. إذن هو محاولة لإثبات الوجود، محاولة لتعزيز التعاون على المستوى السياسي، ليس إلا ولا تحمل دلالة عسكرية كبرى جيوش الدول التي طبعت مؤخرا. لكن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمغرب. أولا لأن العلاقات المغربية مع الكيان الصهيوني تمتد إلى عقود طويلة، وليس ولم يكن سرا يذاع عبر العقود الماضية، دعنا نقول منذ الستينيات أو منذ السبعينيات على الأرجح، أن هذه العلاقات موجودة ووطيدة وكانت وتمثلت في مظاهر مختلفة، ليس أولها كان مبدأ الأصول المغربية من تعامل تعالى نقول يتجاوز حدود الصداقة ويتجاوز حدود الدبلوماسية والرقي في تعاملها مع الجالية اليهودية التي ترتبط بصلات وثيقة مع الكيان الصهيوني، ليس فقط بحكم الانتماء الديني وإنما أيضا بحكم الممارسة السياسية. إذن هذا من ناحية. من الناحية الأخرى، المغرب كما معلوم هو يعاني من للأسف الشديد من مشكلات اقتصادية بنيوية في هيكلة الاقتصاد، ولذا يرى هذه العلاقة بمثابة طوق النجاة الذي وإن لم يتمكن الكيان الصهيوني من دعمه بالشكل المالي اللازم، ولكن على الأقل في نوع سيفتح له أبوابا غربية واسعة للكيان الصهيوني فيها تأثير بلا شك. ننتقل الآن إلى مقال حول السعودية وإلى صحيفة البناء وهذا العنوان: كيف تستعيد السعودية موقعها وتحد من خسائرها؟ هذا السؤال يطرحه الخبير العسكري اللبناني أمين حطيط في مقال بصحيفة البناء، نقرأ منه: عندما أمر الحاكم السعودي طيرانه بشن الغارات على اليمن مفتتحا ما أسماه عاصفة الحزم، ظن أن ما قيل له أو ما من النفس به من سيطرة على اليمن أمر يسير. إذا شاءت السعودية استعادة موقعها في الإقليم، عليها مراجعة سياستها في اليمن وفي لبنان وفي سوريا أيضا، وأن تعتمد استراتيجية تحديد الخسائر بدل سياسة المزيد من الغرق والخسارة. وعليه نرى أن على السعودية اتخاذ ثلاثة قرارات استراتيجية: أولها قرار وقف الحرب على اليمن والخروج منه، والثاني الاعتراف بحكومة لبنان، والثالث العودة إلى سوريا أسوة بالإمارات. أستاذ معتصم، إذن هذا ما تحدث عنه الكاتب كاتب هذا المقال حول السعودية وكيف يمكن لها أن تستعيد دورها في الإقليم من خلال ثلاث نقاط ذكرها. برأيك هل المدخل لاستعادة هذا الدور في الإقليم يكون عبر وقف الحرب على اليمن والخروج منه؟ وهل السعودية في وارد اتخاذ هكذا قرار في هذه المرحلة؟ مع احترامي لرأي الكاتب المقالة، لكن ربما قد يكون المفتاح هنا في هذه الملفات الثلاثة وهذه المقترحات الثلاثة هو إعادة صياغة العلاقة مع إيران تحديدا، ليس لأنها مهيمنة أو فرضيات من هذا القبيل بأنها تهيمن على صنع القرار في اليمن أو في سوريا أو في لبنان، حاشا وكلا، وإنما لأن العلاقة بين القطبين الرئيسين في المنطقة، ونقول في المنطقة من الجزيرة العربية وأنت تتجه شرقا
لابد من إعادة صياغتها على أسس سليمة. حالة العداء أو الحرب الباردة والتي تشتعل أحيانا عبر وكلاء إقليميين أو محليين هنا وهناك، هذه حالة أعتقد وربما أرجح أن الطرفين قد لا أقول تعب، ولكن ربما قد وصل إلى حالة الملل من استمرار هذا الوضع، خاصة وأنه مستمر منذ عام 1979. نتحدث عن 42 سنة من المستحكم، والذي بلا شك إن لم يكن قد استنزف الدولتين من الناحية المالية على أقل تقدير، قد استنزف الدولتين من الناحية السياسية، وحصل نصيب كبير من سياستهما الخارجية مما قد كان يمكن توجيهه في مجالات أخرى للتعاون. الشاهد في الأمر لكن إذا حاولنا أن نحصل الصورة، ننتقل إلى الثلاث مقترحات التي طرحها الكاتب الكريم. ثمة موقف ربما لا أقول أنه متزايد، ولكنه بلا شك راسخ في السياسة السعودية على أقل تقدير، على مستوى الكتاب، على مستوى المثقفين، على مستوى الإعلاميين، بعد هذه الحرب أنا لها أن تنتهي. يبقى الاختلاف هنا كيف لها أن تنتهي، كيف يمكن الإتيان بحل في التقدير السعودي يمكن أن يحقق عدة نتائج في نفس الوقت. أولا المحافظة للسعودية على وضع لا أقول هيمنة، ولكن وضع نفوذ واضح في اليمن، وهذا شيء طبيعي تفترضه السياسة الدولية. كل دولة لها نفوذ أو كبرى تحاول أن تسعى للتأثير على الدول الأصغر في الإقليم، هذا شيء طبيعي ومشروع في العلاقات الدولية. الوضع المسألة الثانية مسألة المحافظة على الكرامة وماء الوجه، كيف يمكن الخروج بحل يعزز مطالب السعودية أو على الأقل جزء كبير منها دون أن تخسر بقى وجهها، لأن الحرب انطلقت منذ سنوات وامتدت. ومن المعلوم أن من يبدأ حربا ليس بالضرورة أن يستطيع أن ينهيها. سيد معتصم، نتوجه الآن إلى التطورات في شمال أفريقيا وتحديدا ليبيا، مع مقال في جريدة الأخبار اللبنانية بعنوان تضارب رؤى للحل الليبي، الانتخابات لن تقفل قوس الأزمة. يقول الكاتب محمد عبد الكريم أحمد إن الديناميات السياسية الدولية الأخيرة بخصوص الملف الليبي تظهر مسعى أوروبيا مشتركا لإرساء أسس تسوية بعيدة الأمد في هذا البلد، بالاستناد إلى خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، وهو ما يقابل برؤيتين روسية وتركية مغيرتين للطريقة الأوروبية. تفاوت ربما يعد مؤشرا إلى أن الوضع الحالي سيتواصل إلى ما بعد إجراء الانتخابات في كانون الأول ديسمبر المقبل، مع ما يعنيه ذلك من استمرار بذور النزاع ولا استقرار. إذا أستاذ معتصم، نتحدث هنا عن طرفين، الأول أوروبي، نتحدث عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والطرف الثاني روسي تركي، فيما يتعلق بالرؤية الحل في ليبيا. برأيك يعني هذا التضرب في الرؤى كيف يمكن أن ينعكس على الساحة الليبية، ولا سيما أننا يعني أو أن ليبيا تنتظر استحقاقا رئاسيا في 24 من الشهر المقبل؟ إجمالا هذا التدخل الأجنبي السافر في ليبيا هو لم ينعكس ولن ينعكس إذا استمر في ليبيا، لن ينعكس إلا دمارا أو على أقل الأحوال أو في أسوأ الفروض أو في أحسن الفروض عفوا تعطيلا للمسيرة السياسية التي يبتغيها الشعب الليبي نفسه. الآن أصابع دولية متعددة تدخل في المعادلة الليبية، ودعني أتساءل كأي مواطن عربي، كأي مواطن، وربما باسم العديدين من الليبيين صح لي باسمي عنهم، من أعطاكم الحق للتدخل في ليبيا؟ لماذا تتصرف الدول كأنما لديها هذه الدول وغيرها بالطبع كأنما لديها نصيب سيادي؟ نحن نتحدث عن سيادة، عن دولة مستقلة ينبغي لأهلها أن يتخذوا قرارهم أيا كان، وإذا احتاجوا إلى المساعدة فهم من يتوجه إلى العالم ليقول ساعدونا مثلا في تنظيم الانتخابات أو ما إلى ذلك. يعني أستاذ معتصم، سنكون أمام أيضا تدخل فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة الرئاسية والتشريعية أيضا؟
نعم، وهنا ينبغي أن نفرق بين الموقفين. الموقف الروسي ربما لا يصح في تقديري المتواضع أن نسمي أنه يتمام مع الموقف التركي. ثمة اختلاف، وهذا الاختلاف أحد أسبابه الرئيسة الحالة التي يشعر بها الروس بأنهم خدعوا عندما تدخل حلف الناتو في ليبيا، وكانت هذه غلطة لا تغتفر. وينبغي النظر هنا إلى نعم العقلية الروسية، عقلية صنع القرار الروسي التي لا تغفر ولا تنسى. هذه حقيقة ثابتة، من يتعامل مع الشخصية الروسية على المستوى العادي أو على المستوى السياسي وهو واحد بلا شك يجد أن هذا عامل مهم. من الناحية الأخرى ثم محاولات بالجانب التركي، ثم محاولات لفرض واقع وبصورة قسرية ودون الأخذ بعين الاعتبار تعقيد المشهد الليبي ووجود طيب عوامل واضح تتكلم عن نعم. حكومتين على فعليتين كل حال وما إلى ذلك. أستاذ نعم معتصم، سنبقى في الشمال الأفريقي، وهذه المرة مع مقال من صحيفة الشروق بعنوان في ظل مزاج شعبي رافض وصورة قاتمة للنواب، عودة مجلس النواب مستحيلة. يقول الكاتب سرحان الشيخاوي: مهما كان شكل العودة التي يطالب بها عدد من النواب والناشطين في المجتمع المدني وعدد من المواطنين، فإنها لا تستقيم من الناحية السياسية. عودة البرلمان حتمية ويجب أن تكون في أقرب وقت ممكن، لكن عودة النواب الحاليين مرفوضة وخارج دائرة النقاش أصلا. إذن فيما يتعلق بتونس أستاذ معتصم، هناك طرفان، من يعني الأول يؤيد عودة البرلمان والثاني يرفض، خاصة بعد القرارات الاستثنائية الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد. برأيك هل عودة البرلمان في هذه المرحلة ممكنة من الناحية الواقعية، أم أن الأمور ستبقى كما هي عليه الآن وهذا الواقع، وإلى موعد تحديد ربما الانتخابات المقبلة؟ عودة البرلمان في تونس كما تفضلت هي مسألة تثير الكثير من الجدل في الشارع التونسي، ما بين على مختلف المستويات، ما بين مؤيد ومعارض للخطوة، وكل منهما يدفع بلا شك بدفعاته وبحججه بأنه مبرر للعودة والمعودة. لكن الشيء المؤكد هنا يا أخي الفاضل هو أن الرئيس التونسي عندما اتخذ هذه الحزمة من القرارات الاستثنائية بلا شك هو استصحب مزاجا عاما أو تيارا سائدا وعبر عنه، ولا أقول ركب الموجة وإنما أقول إنه تصرف وتماهى مع هذا التيار لأنه مثل قناعاته الشخصية على المستوى الشخصي. وبهذا من ناحية. من الناحية الأخرى أن هذه القضية أيضا، وهذه نقطة في غاية الأهمية ينبغي التطرق إليها، تونس بلا شك تتعرض لاختراقات استخباراتية ضخمة، هذه الحقيقة. وللأسف الشديد تأتي هذه التدخلات من بعض القوى الإقليمية، يعني لكن إذا هناك استشعار للخطر في الحالة التونسية، وهذا يبرر الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد، ويجعل تيارا شعبيا لا نملك الأدوات الكافية لتحديد نسبته، ولكنه بلا شك تيار شعبي وفاعل وموجود يؤمن بهذه القرارات ويدعمها. وأظن أنه ربما قد يقف هذا التيار، أو على الأقل يقف جزء منه أو جزء وتار منه ضد الرئيس قيس سعيد إذا ما هو تراجع على الاستمرار في هذا التيار. على كل حال سنختم جولتنا من التطورات في إثيوبيا مع مقال في مجلة فورين بوليسي يدعو إلى استعجال الحل في إثيوبيا خشية وقوع الكارثة. يسلط الكاتب الضوء على جبهة تحرير تيغراي وكيف حكمت إثيوبيا لنحو 3 عقود قبل أن تطيحها الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2018. يقول الكاتب: على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها للحؤول دون عودة من يصفهم بالمتمردين إلى أديس أبابا. ويضيف: الولايات المتحدة هي القوة العظمى التي يمكنها أن تمارس أكبر قدر من التأثير السياسي والاقتصادي فيما يحدث. ما عليك سوى إلقاء نظرة على تاريخ جبهة تحرير تيغراي لفهم السبب، فهي حزب سياسي راديكالي ذو جذور ماركسية، وتأسس عام 1975 بهدف إقامة جمهورية تيغرية
مستقلة. أستاذ معتصم، فيما يتعلق بجبهة تحرير تيغراي، نحن أمام هذه الخلفية الراديكالية، وأيضا كان هناك في السابق نية لجعل هذه المنطقة ذات حكم ذاتي. أمام هذا الواقع اليوم ومحاولة التقدم نحو العاصمة أديس أبابا، ما الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من ضغوطات ربما لوقف هذا التقدم ولمحاولة إيجاد حل سياسي؟ هل الحل السياسي ممكن في هذه المرحلة في إثيوبيا برأيك؟ نعم، أنا خلينا ضحكت بعض الشيء عندما أثبت تلاوتك لهذه المقالة، لأن هذا الكاتب ربما رأى أنه يكتب في الفورين بوليسي، لكنه بعيد بعض الشيء عن فهم الواقع الإثيوبي. وهذا للأسف تجده لدى كثير من يسمون المحللين الغربيين، لأن علاقتهم بالمنطقة التي يكتبون عنها ليست علاقة وثيقة. بعضهم حتى لا يجيد لغة أو لغات الدول التي يتحدثون عنها يعني، أو تاريخها أو جغرافيا أو ثقافتها. شيء مضحك يسمون بعضهم محللين. لكن القضية الرئيسية، نشأة الجبهة التحرير التيغراي هي كانت فعلا نشأة ماركسية، نشأة يسارية ومسارية، ولكن هذا شيء كان شائع في العقود السابقة ولم يكن يتصل في المقام الأول يتصل بالأيديولوجيا، وإنما يتصل بالنضال أو بالكفاح المسلح حسب تعريف الجهة التي تحمل السلاح له. هذا من ناحية. لكن إجابة على سؤالك المباشر، وهو ما الذي يمكن للولايات المتحدة أن تفعله في إثيوبيا؟ ليس الكثير. الولايات المتحدة في تقدير متواضع، الولايات المتحدة منذ خروجها المهين من الصومال بعد مقتل جنود المارينز منذ فترة طويلة تزيد على 20 سنة، وليس لها أي وجود عسكري، وأضيف هنا ليس لها وشبه لا يوجد لها وجود استخباراتي. يعني أستاذ معتصم، لن تستطيع التأثير في الأحداث الإثيوبية الأخيرة. طيب، على كل حال أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ معتصم. ننتقل الآن إلى فقرة كاتب اليوم، حيث نسأل الصحفية ليليان معروف عن مقالها في الميادينات بعنوان مواسم إدلب الضائعة. نتابع بداية أبرز ما تناوله هذا المقال. مواسم إدلب الضائعة، ليليان معروف، الميادينات. تشتهر محافظة إدلب السورية بأرضها الخصبة وخضرواتها وفواكهها وزيتونها، لكن حركة تحرير الشام النصرة سابقاً لم تترك شيئاً لأحد، وخصوصاً أولئك الذين اختاروا الخروج إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية، وأيضاً أولئك الذين ينتمون إلى طوائف ومذاهب لا تستحق الرزق ولا الحياة في عقيدة الحركة التكفيرية. منذ احتلال جبهة النصرة لمحافظة إدلب في العام 2015، بدأ السكان ينزحون بالآلاف هربا من بطش الجماعات التكفيرية، فقامت الأخيرة على الفور بمصادرة أراضيهم الزراعية. إضافة إلى ذلك، واجه كل من حاول حمل السلاح لحماية أرضه وممتلكاته مصير القتل أو الترهيب. بعد إغلاق جبهة النصرة المعابر مع الدولة السورية، كسدت المحاصيل في مخازن أصحابها. وفي ظل إغلاق المعابر، ظهرت فئة من التجار الذين تعاملوا مع النصرة وعمدوا إلى احتكار السوق ثم نقل المحاصيل إلى السوق التركية عن طريق بلدة عفرين المحتلة شمال حلب. كذلك أعمدت الجماعات الإرهابية في إدلب إلى قطع الأشجار المعمرة التي يبلغ عمر بعضها آلاف السنين، لتحويلها إلى حطب وفحم وبيعها بأسعار مرتفعة. حالياً تسير أمور من بقي من السكان في إدلب من سيء إلى أسوأ كل يوم، فبعد أن أعلنت الجماعات المسلحة في إدلب منع التعامل بالليرة السورية والتداول بالليرة التركية أو الدولار الأمريكي، باتت الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية للمواطن العادي في حدودها الدنيا. أما بالنسبة إلى حال سوق الخضار، فيعيش الباعة معاناة بفعل الضرائب الكبيرة التي تفرضها جبهة النصرة على مبيعاتهم.
وإضافة إلى ما تعرضت له مواسم المدنيين وأملاكهم من نهب وسرقة، جرى نهب الممتلكات العامة وسرقتها كالمعامل والمصانع والسكك الحديدية. هذا الوضع السيء ما زال على حاله مع تواصل الدعم التركي للفصائل المسلحة في إدلب، بينما ينتظر السواد الأعظم من المواطنين هناك فرجا قريبا يجلبه الجيش السوري. نرحب بالصحفية ليليان معروف معنا من دمشق للحديث أكثر عن هذا المقال. أهلا بك سيدة ليليان، لو تشرح لنا بداية كيف تضررت إدلب وسكانها مما سعت إليها أو من خلال مصادرة المجموعات الإرهابية للأراضي الزراعية للسكان هناك منذ يعني سيطرتها عام 2015، هذا يعني أو هذه الممارسات كلها كيف بدلت الواقع في إدلب؟ هذه الممارسات طبعا مع دخول هيئة تحرير الشام وهي النصرة سابقا إلى إدلب في 2015، بدأ خروج العلويين منها إضافة للمسيحيين وهم خارجين عن الدين بنظر النصرة، وكان مصيرهم القتل في كل الأحوال لو بقوا، لم يتبقى من المسيحيين سوى من أصل 21 ألف نسمة 500 شخص وهم من الهرمين، واستولت النصرة على ممتلكاتهم. إضافة إلى ذلك استولت النصرة هربا من بطش النصرة خرج 50% من سكان إدلب إلى المحافظات السورية، وأغلبهم ذهبوا إلى بين حماة واللاذقية. عمدت النصرة إلى الاستيلاء على هذه الممتلكات عمدا، ممتلكات الخارجين من النصرة إن كان من مباني، إضافة إلى أراضي زراعية وما تحتويها من مواسم. تشتهر النصرة بمواسم الزيتون والرمان واللوز والجوز، إضافة إلى مواسم الفواكه الصيفية. إدلب تحتوي كنز من الخضروات والفواكه استولت النصرة عليها. بما يخص أملاك المسيحيين فاستولت على أغلبها، وكل شخص ممن بقوا لم يحصلوا على 1% من محصولهم، إضافة إلى الضرائب التي تفرضها النصرة على من بقي. حاول بعض الخارجين من إدلب في العموم الحصول على ممتلكاتهم عن طريق توكيل أقاربهم، إلا أن النصرة بقت هذه الحالة إلى 2018، وهنا استولت النصرة على كل الأملاك، إضافة إلى الوضع الحالي بفرضها ضرائب على ما تبقى من مواسم في إدلب. اسمحي لي لنا أن نشرك معنا ضيفنا من لندن الأستاذ معتصم الحارث الضوي. ما قامت به هذه المجموعات المسلحة في عدة مناطق سورية وبالتحديد أيضا في إدلب كما ورد في هذا المقال من مصادرة أراضي السكان هناك ومنعهم من الحصول على عائدات مواسمهم وأرزاقهم، كل هذه الممارسات في أي إطار يمكن وضعها وكيف استفادت هذه المجموعات من تبدل الواقع الميداني؟ نعم، أنا اطلعت على مقال الزميلة ليليان معروف وأحييها على هذه المقالة الرائعة التي بالفعل تصف الأوضاع البشعة التي والممارسات الكارثية التي تطلع بها هذا التنظيم الإرهابي. للأسف لم أتمكن من سماع به للتو، ولكن أقول بشكل عام إنك في المثل العربي القديم إنك لا تجدي من الشوك العلم، بمعنى لا تتوقع من جماعة إرهابية متطرفة تكفر الجميع بلا استثناء، جماعة تحارب الجميع بلا استثناء، تحارب من الله إلى عبيده، تحارب الإنسانية، تحارب الحضارة الثقافة الجمال، لا تتوقع منها إلا هذا النوع من الممارسة العبثية، والتي حتى على المستوى الاقتصادي لو نظرنا إليها من ناحية ماكيافيلية بحتة، إن هذه الممارسات التي تطلع بهذه الجماعة الإرهابية تخالف حتى مصالحها الاقتصادية. يعني من منظور عقلاني إذا كانت هي لديهم ذرة من عقل لاستفادوا من وجود هذه الموارد في لديهم وليس بالكامل، وليس هذه الاستفادة محدودة وتدمير الباقي، لكن لا تتوقع لا تجري من الشيء من الشوك العنب. هذه الجماعات ثمة سبيل واحد وحيد للتعامل معها، هي خلايا سرطانية، والخلايا السرطانية في جسد المجتمع أو في جسد المريض لا يمكن التعامل معها بطريقة واحدة وهي البتر.
هذا الذي ينتظرها عاجلا، لانها تخالف حتى منطق البشر، تخالف منطق العقل. لا يمكن ان أعود إليك سيدة ليليان. نعم، تقولين حضرتك في ختام المقال أن الأمور تسير الآن من سيء إلى أسوأ، خاصة بعد فرض التعامل بالليرة التركية هناك، وهذا ما كان له أثر كبير على القدرة الشرائية للمواطنين. بحسب متابعتك، هل تتوقعين تغييرا ميدانيا في هذه المنطقة تفرضه الدولة والجيش السوريان؟ هل بات قريبا تغير هذا الواقع؟ مع تراجع وانخفاض الليرة التركية في تركيا ومع تداولها في إدلب، أصبح هناك فقر شديد، تراجعت أمام الدولار. عن عام 2015 كانت في عام 2015 3 فاصل مقابل الدولار، اليوم هي 10 وستصل إلى 11 و12 مقابل الليرة مقابل الدولار. هناك انهيار كبير، هناك نسبة 90% من السكان يعانون من الفقر، لا يستطيعون تأمين كافة متطلباتهم. 10% هم عناصر، أي أمراء النصرة، أمراء جبهة النصرة، الذين إضافة إلى فرض الضرائب هم يتعاملون بالدولار، يأخذون أموال هذا الشعب، لذلك هنا لا يستطيعون متابعة حياتهم بهذا. هذا وضع مصغر لما سيحدث في تركيا. هذا الانهيار الاقتصادي بسبب تقليل مركزي التركي للضرائب على المواطنين في تركيا، سنشهده، سنشهد آثاره في الشهور القادمة في تركيا. أما بالنسبة للوضع الميداني وسيطرة النصرة على قسم كبير، قسم لا بأس به من إدلب، نعم هناك الحديث عن عملية عسكرية للجيش السوري لاستعادة خط M4، الخط الدولي المهم الذي سيقلل المسافة بين اللاذقية وحلب، الذي سيوصل اللاذقية إلى حلب، إلى باقي مناطق أو إلى باقي المحافظات السورية. هذا طريق مهم استراتيجيا للدولة السورية. إضافة هناك الحديث عن تحرير لجبل الزاوية، الجبل المهم والمطل على عدة مناطق في إدلب. فننتظر عملية عسكرية للجيش، كما ينتظر أهالي إدلب الخروج من تحت سيطرة جبهة النصرة. إضافة إلى أن هناك مطالبات، إضافة للمطالبات بعملية عسكرية، العودة للتعامل بالليرة السورية بعد انهيار الليرة التركية بنسبة كبيرة. الصحفية ليليان معروف كنت معنا من دمشق. والآن جولة على الميادين نت، نبدأها من موقعنا باللغة العربية، حيث تتابعون تطورات في المنطقة والعالم إلى جانب مقالات سياسية وملفات بيئية وصحية واقتصادية متنوعة. من صفحة المقالات اخترنا لكم هذا المقال بعنوان خارطة السلام في اليمن وفق مشاريع التقسيم، وينطلق الكاتب محمد السادة من المعطيات الجديدة التي أفرزتها حرب السنوات السبع على اليمن، وأهمها هزيمة العدوان عسكريا. وفي صفحة الثقافة نقرأ لمقداد خالد، هل أعطت الثورة قبلة الحياة للسينما السودانية؟ وفي الصفحة الصحية نطالع إنفلونزا الطيور يغزو أوروبا وآسيا. والآن إلى موقع الميادين للغة الإنجليزية، حيث تتابعون آخر الأخبار السياسية والثقافية والبيئية حول العالم، بالإضافة إلى باقي من الفيديوهات المميزة. في صفحة المقالات وتحت عنوان أخبار من اللامكان، نقرأ لأليك تشارلز مقالا جديدا عن نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والوقائع الجيوسياسية والاقتصادية التي تقيد القدرة على تحويل الأقوال إلى أفعال. وفي صفحة إنفوغراف الميادين نطلع بالأرقام على تفاقم النزوح القسري حول العالم. وتشاهدون على الميادين نت بالإنجليزية أيضا هذا الفيديو حول سحب حكومة جنوب أفريقيا الدعم عن ملكة جمال البلاد الحالية بسبب تمسك القائمين على نشاطاتها بإشراكها في مسابقة ملكة جمال الكون التي يستضيفها الاحتلال الإسرائيلي الشهر المقبل. Saddens us because he
وفي موقع الميادين إسبانول نقرأ بالإسبانية أخبار العالم العربي وأمريكا اللاتينية والعالم. نبدأ مع هذا الخبر. وزير الخارجية الكوبي يكشف عن إثباتات جديدة لحملة زعزعة الاستقرار الداخلي في البلاد التي تقودها الولايات المتحدة في الدولة الكاريبية. وربطا بالتطورات في كوبا نقرأ هذا المقال للكاتب الكوبي عمر غارسيا بعنوان البعد الجيوسياسي الإقليمي للهجوم على كوبا انطلاقا من صمود كوبا في وجه عقود من محاولات الإقصاء التي قادها 13 رئيسا أمريكيا. وتتابعون على موقعنا أيضا هذا المقال الكاتب الأرجنتيني أتيليو بورون بعنوان أمريكا اللاتينية نصيحة متواضعة لليسار المشوش. والختام من صفحة الكاريكاتير مع هذا الرسم للفنان خورخي حول فشل مسيرات 15 من نوفمبر المدعومة من الولايات المتحدة. الحدث هذا اليوم وجديد اليوم بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يعد بتأليف حكومة قريبا، وقوى الحرية والتغيير ترفع الصوت ضده داعية إلى تكوين جبهة ثورية. وفيما تحتدم التجاذبات الإقليمية على أرض السودان، يقدم الاتحاد الأفريقي نفسه وسيطا لحل الأزمة. فما مآلات المرحلة المقبلة؟ والآن إلى الحدث هذا اليوم. ولكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم يصحبنا الزميل علي الأحمر في جولة على أبرز عناوين بعض الصحف والمواقع السودانية لهذا اليوم. علي مرحبا، تفضل. شكرا أحمد، صباح الخير لك وللمشاهدين. نبدأ جولتنا من موقع سوداني الذي عنوان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يعتذر عن رئاسة لجنة مراجعة عمل لجنة إزالة التمكين. وفي موقع أخبار السودان نطالع تجمع المهنيين، مركزي الحرية والتغيير يؤكد انفصامه الكامل عن الواقع ونبض الشارع. إلى موقع صحيفة التغيير حيث نقرأ برنامج دعم الأسر السودانية ثمرات يعلن توقف أنشطته بعد تعليق البنك الدولي أنشطته مؤقتا. وننتقل وإياكم إلى موقع الراكوبة الذي ينقل عن موفد أمريكي سابق قوله إن الولايات المتحدة غير معنية بلعب دور الوساطة في الأزمة السياسية السودانية. ونختم مع مقتطفات من مقال في جريدة الانتباه بعنوان صراع الحرية والسلطة في السودان. يقول الكاتب زين العابدين صالح عبد الرحمن إن السودان يشهد أخطر مرحلة في مسيرته السياسية، حيث بدأ يفرض تصور واحد من قبل العسكريين على المسرح السياسي. نسي قائد الجيش أن السودان في حالة تحول من النظام الشمولي إلى التحول الديمقراطي، وهي مرحلة تحتاج إلى زمن واتساع في الصدور وفتح للعقول، لأنها مرحلة تأسيس. إليك أحمد. شكرا للزميل علي الأحمر. إذا نعود إلى ضيفنا الأستاذ معتصم الحارث الضوي معنا من لندن للحديث أكثر عن الحدث هذا اليوم. إذا سيد معتصم، نحن أمام مشهد جديد في السودان ومجلس سيادي جديد أعلن منذ أيام، واعتبر هذا المجلس خاليا من المدنيين حيث استبعد عدد من ممثلي قوى الحرية والتغيير، وأيضا هناك رفض شعبي سوداني لكل هذه القرارات التي اتخذها سابقا عبد الفتاح البرهان. أمام هذا الواقع، هل سيكون من السهل تشكيل حكومة مدنية كما تعهد المجلس الجديد في الأيام المقبلة؟ نعم، دعني أبدأ لو سمحت لي بالإشارة إلى أن المجلس لا أتفق مع أنه خلا من المدنيين. يوجد 5 مدنيين في تشكيلته، هم السلام تحديدا السيدة رجاء نيكول، السيد يوسف جادة، السيدة قاسم محمد، والسيد عبد الباقي والسيدة سلمان الجبار. لكن أيا كان الحال بحسب التقدير تختلف، لكن هذه كتلة بلا شك نقول هي غير مؤثرة بالتحرير للواقع، هي غير مؤثرة. صحيح، عفوا، وعلى أي أساس تم انتقاء هذه الأسماء أيضا؟ هذه كتلة غير مؤثرة، وأقول ذلك لأن ليس من
قياسا للأداء السابق. على سبيل المثال السيدة رجاني كون كانت عضوا في المجلس السيادي السابق، كانت شحيحة جدا في الظهور على المستوى الإعلامي، لم نرى لها نشاطا يذكر على المستوى الإعلامي، ربما مارست نشاطها داخل إطار المجلس، لكن إعلاميا لم تكن بارزة في الصورة. الأسماء المطروحة الآن هي أسماء معظمها لا تمثل وزنا سياسيا كبيرا في الجميع. وما السبب؟ المتابعة يعلم من الذي يمارس له وزن أو اسم معروف على الأقل في الساحة السياسية، وليس من ليس له اسم معروف. مثال للسيد أبو القاسم محمد المعروف بأبو القاسم أو مشهور شعبيا بأبو القاسم برطم، هو شخصية أثارت الكثير من الجدل لأنه كان يتزعم ويطالب بإجراء زيارة إلى الكيان الصهيوني، وقال إنه أجرى زيارة والتقى وأن مصلحة السودان التطبيع وما إلى ذلك. المهم أيا كان محتوى كلامه فهو أثار ضجة إعلامية، وبالتالي أصبح معروفا وله تاريخ سابق، أنه كان من الأعضاء المعروفين، كان في حزب المؤتمر الوطني المحلول زمن المخلوع البشير. لكن بقية الأسباء هي أسباء لبعض التكنوقراط لا ليس لهم وزن يذكر، يعني هم ربما يمارسون العقل السياسي. عفوا أستاذ معتصم، فيما يتعلق بالحكومة المدنية المقبلة التي أعلن المجلس أنه سيشكلها في الفترة المقبلة، من سيسمي رئيس الوزراء؟ من سيختار أعضاء هذه الحكومة؟ نعم، على حسب إعلان الفريق أول البرهان في ربما في أول بيان أصدره بعد الانقلاب، ونسميه الانقلاب هو المسمى الصحيح من ناحية التعريف السياسي بصرف النظر عن أي موقف هو الانقلاب. فحسب هذا البيان فإن أنه سيتم اختيار رئيس وزراء، وهو هذه الشخصية أيا كانت بدورها هي التي تختار طاقم العمل الذي ترتاح إلى التعامل إليه. لكن هنا تساؤل ربما مزعج الشيء للمتابع، بصرف النظر حتى إذا افترضنا كوني سودانيا بالتأكيد لست محايدا مما يحدث في وطني، ولكن إذا افترضت أو إذا حاولت الناظر الأمور ببعض الشيء من التجرد وبعض من الحياد والموضوعية النسبية، فإنني أستغرب جدا أنه حدث الانقلاب أو أي مسمى في 25 من الشهر الماضي، ونحن اليوم الآن في 16 من نوفمبر، مضت بالضبط 3 أسابيع على حدوث الانقلاب، حتى الآن لم يتم تعيين أو تحديد أيا كان الأسلوب، لم يتم انتقاء أيا كان المفردة رئيس وزراء جديد يقود الحكومة التنفيذية. هذا في حد ذاته يشير ربما أوجه الضعف البارزة في الانقلاب منذ حدوث الانقلاب، أنه لم يتم الآن حتى الآن أي رئيس وزراء، وبالتالي فإنه من الناحية الفعلية الجهاز التنفيذي. وهنا أنظر هنا إلى تسيير دولاب الدولة وتسيير معايش البشر بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية والتأثير السياسي للموضوع، لكن دولاب الدولة التنفيذي متوقف، وهذه أحد الأسباب التي جعلت طيب أستاذ معتصم اسمح لي، يلاحظ أن ردود الفعل الدولية جاءت يعني معظمها رافضة لكل هذه القرارات، وأبدت قلقها كالولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وغيرها من الدول. إذا كانت كل هذه الأطراف الدولية ترفض وقلقة من هذا الواقع في السودان الآن، وخاصة مع تشكيل مجلس سيادي جديد، من أين يستمد عبد الفتاح البرهان ومجلسه القوة والدعم؟ نعم، يستمد قوته ربما من اعتماده ربما على ركوب الموجة والصبر على إن صح التعبير والغضب الدولي والإقليمي الذي رأيناه من كثير من الجهات، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار من الموقف الأمريكي، رغم أنه رغم صدور بيان رباعي ضم الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات، أدانا ما حدث في السودان والإختلاف في السودان بأشد عبارة، لكن على صعيد
تعودنا في السياسة الأمريكية أنه يوجد عدة مراكز لصنع القرار. كثيرا ما رأينا، وأنت تعلم أخي الكريم، أن البيت الأبيض يتحدث بلسان الخارجية بلسان البنتاغون بلسان الثالث، والسي آي تتحدث بلسان الرابع، ما يجعل الرابع يصاب بحالة من الارتباك. في هذه الحالة رأينا أن الولايات المتحدة حتى الآن اكتفت بالتصريحات، لم تقرن التصريحات بالأفعال. وكما أشار تقريركم منذ قليل أو ما أشرت إليه في موقعكم الموقع، بأنه ربما تتحرك الولايات المتحدة، ربما يحدث فرض لعقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة، يعني ربما نرى تدخلا، ربما، وهنا مضحك بعض الشيء، أنا حديث عنه، ربما تقدم الولايات المتحدة على توفير خدمة للإنترنت للسودانيين في المرة القادمة. عندما يقول أحد في المرة القادمة، كم مرة تريدون لنا أن نمر بهذه الظروف؟ هذا شيء يعني أستاذ معتصم، لكي نعود قليلا إلى الوساطات التي عرضت. الاتحاد الأفريقي أعلن أنه سيرسل مبعوثا إلى السودان في المرحلة المقبلة. إلى أي مدى يمكن التعويل على دور الاتحاد الأفريقي الذي كان قد علق مشاركة السودان في فعالياته؟ ويعني هل سيتمكن من إيجاد حل الأزمة في السودان برأيك؟ الاتحاد الأفريقي بلا شك، بعيدا عن المواقف المعلنة، الذي الشخص الذي يعلم أو يعرف كيفية عمل أو آليات عمل الاتحاد الأفريقي، وإضافة إلى ما نسجه السودان، أتكلم هنا عن الدولة السودانية، أتكلم عن الحكومة السودانية المتعاقبة، سواء البشير المخلوع أو النظام الحدوق الذي كان موجود حتى الآن، هي كان وضع السودان كدولة كان لها دائما تأثير واضح على الاتحاد على الصعيد الأفريقي، وخاصة بالنسبة لانتماء الدولة إلى العديد من اللجان الفاعلة الناجحة في العديد من الفعاليات والأمور الإقليمية داخل الخارج الأفريقي. أساسا على هذا الكلام أقول إن بعض الدول ربما اضطرت إلى الإعراب عن رفضها للإقلام الذي حدث في السودان، لأنها ترى أن الأغلبية وافقت، فبالتالي نكون مع الجماعة. لكن بشكل عام السودان الذي هي وضعية خاصة في داخل الاتحاد الأفريقي، وهذا مما يجعل من النادر أن نرى الاتحاد الأفريقي، وأنا أدلل بهذه العرضية، أنه يدين قضية ثم يعود لفرض يعني محاولة تقديم وساطة، هذا يشير إلى وضعية خاصة. إذن سؤالك، إذا كانت الاتحاد الأفريقي سيكون قادرا على تقديم وساطة ناجحة، هذا يعتمد على الشروط أو المعطيات التي ستقدمها وفد الاتحاد الأفريقي للحكومة الحالية في السودان. وإذا كانت تتميز بالمرونة، نتمنى أن لا تتمنى، أنا شخصي على مستوى الشخصي أتمنى أن تكون هذه المبادرة حين طرحها مبادرة عالية، وتأخذ بعين الاعتبار تعقيد المشهد في السودان، وهو معقد أيما تعقيد. ولا وهنا عفوا أخي الكريم، ودعني أذكر نقطة جزئية أنا باختصار لو سمحت باختصار. نعم، هنا جزئية في غاية الأهمية أود الإشارة إليها، وربما لا يتم الحديث عنها في معظم وسائل الإعلام. السودان في المرحلة المقبلة مهدد بخطر إرهابي ضخم للغاية، يتمثل في داعش التي انطلقت من موزمبيق ووصلت الآن إلى تنزانيا، وعلى غرب السودان جماعات بوكو حرام وغيرها وصلت وتغلغلت في تشاد. نعم، على كل حال وهذه نقطة مهمة للأسف أستاذ معتصم، يعني ختمت بهذه النقطة المهمة، وربما نتمكن من مناقشتها في حلقات لاحقة. على كل حال سننتقل الآن نظرا لضيق الوقت إلى الفقرة الأخيرة وإلى جديد اليوم. استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال في نابلس، وعلى وقع تصاعد اعتداءات المستوطنين في محافظات الضفة الغربية، وشاركت حشود غفيرة من المواطنين في مراسم وداع الشهيد الذي ارتقى بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي عليه إثر اقتحامهم مدينة طباس شمال الضفة.
وفي الختام نشكر ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي السوداني الأستاذ معتصم الحارث الضوي، وشكر لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. بالحبر الجديد انتهى.